السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة بجد ترند في الوطن العربي كله، موضوع تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل. يعني لو اقول لكم الدنيا كلها دلوقتي بتتكلم على موضوعهم، واخد ترند في الوطن العربي كله، كل الناس ملهاش اخبار غير موضوع تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل. لسه مكملين معاكم في موضوع انفصالهم وسبب انفصالهم. واقول لكم يا جماعه المعلومه اللي لسه ظاهره من شويه، مع معلومه زواج الفنان تامر حسني عرفي على زوجته، وهو ده كان سبب الطلاق. اقول لكم تفاصيل الخبر. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. بصوا يا جماعه، الموضوع ابتدى بالظبط من شهر وي، بعد ما عرفنا بموضوع طلاق الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل. طلعت هي واعلنت على صفحتها الرسمية وكتبت ان هي اتطلقت من تامر حسني بكل ود واحترام. طلع هو كمان وقال ان هو انفصل عن زوجته ام اولاده بكل ود واحترام، وهيفضل ظهرها وسندها طول العمر وكده لحد كده وبقينا كويسين، لقيناهم كده يا جماعه بعد الطلاق بيتعاملوا بكل ادب وبكل شياكه وبكل احترام. حتى يا جماعه تامر حسني راح كان عيد ميلاد بنته بعد ما اتطلقوا بكام اسبوع، راح عمل احتفال كبير ليه، كان بيحتفل بعيد ميلاد بنته وراح حضر وطليقته كانت موجوده الفنانه بسمه بوسيل، وكانوا بيعاملوا بعض بطريقه يعني صراحه ربنا احنا كلنا كنا مستغربين. يعني الناس اللي ما بتطلق بتقعد تقول ده فيه وده عليه وده حصل، دول بكل ادب واحترام. هي ما طلعتش حكت اي حاجه، هو كمان ما طلعش حكى اي حاجه، كل اللي قالوه احنا انفصلنا بكل هدوء وحب. كمان هو كان عامل اعلان على الفيلم بتاعه الجديد، طلعت وباركت له، وهو كمان طلع وقال لها شكرا شكرا ليكي يا بسمة حبيبتي، وكانوا بيتبادلوا الكلام الرقيق او المعاملة المحترمة لغاية امبارح. والفرح اللي نزل قلب الدنيا، فرح مديرة اعمال تامر حسني اللي اسمها هالة عمر، فجأة لقينا بسمة بوسيل منزلة صورة الفرح بتاع هالة عمر مديرة أعمال تامر حسني دي، وكتبت عليها من تحت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة. واحدة بتتحزبن على واحدة ليلة فرحها، يبقى عملت لها ايه؟ كمان يا جماعة كتبت ان هي اللي خربت بيتها، وان هي كانت سبب في طلاقها من تامر حسني. اقول لكم البوست اللي كتبته وبعد كده اقول لكم ايه السبب ان هي تتكلم وتقول الكلام ده. كتبت بوست اولاني تحت الصورة وكتبت احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك، بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة اولادك. إذا خانك الشخص مرة فهذا ذنبه، وأما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنت. نفسي ربنا ياخد لي حقي، الإنسانة عاملة نفسها ملك في حياتنا، بس للأسف شيطان أكلت معانا عيش وملح، بس للأسف أذتني ومش قادرة أسامحها. ادعوا لي ربنا يجيب لي حقي منها، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة عمر. كانت بتتحاسبن فيها يوم دخلتها أو يوم فرحها. هالة عمر دي يا جماعه مديرة اعمال تامر حسني، بيقول لك هو واخدها من وهي عندها 14 سنه ماسكه له السوشيال ميديا وكل حاجه، وبيقول لك هو بيعتبرها ان هي بنته الكبيره. وامبارح كان فرحها وطلع اخبار بتقول ان تامر حسني اتجوز من مديرة اعماله. لا يا جماعه، ده هي اتجوزت شخص تاني وهو اللي كان متكفل بيها. طب ايه اللي يخلي بسمه تطلع تقول كده وتتحاسبن عليها ليلة دخلتها؟ بصوا يا جماعة، بسمة دي ليها صديقة اسمها يارا السكري. هقول لكم شوية تفاصيل عن يارا السكري دي الأول، وبعد كده هقول لكم ايه اللي حصل. للي ما يعرفش يارا السكري دي يا جماعة ملكة جمال مصر لعام 2023، وهي فتاة تبلغ من العمر 25 سنة، ولدت في مدينة بورسعيد، وكانت بدايتها في العمل كموديل، ثم شاركت تامر حسني في فيلم الفلوس، كما شاركت يارا السكري في مسابقة ميس إليت التي أقيمت
في الغردقة، ومؤخرا توجت بلقب أفضل ابتسامة وملكة جمال مصر لعام 2023. للي ما يعرفش يارا السكري دي، يارا السكري ملكة جمال مصر. يارا السكري دي بقى مين؟ دي الصديقة الأنتيم لمديرة أعمال تامر حسني اللي هي هالة عمر، دي صاحبتها الأنتيم. كانت عزمها في الفرح وكانت لابسة جاكيت البدلة بتاع تامر حسني، ومن بعديها الدنيا ولعت، قامت ما قعدتش بس، ما قعدت تتحاسبن وتقول ده خربت بيتي، ده جوزت جوزي، ده خلتها عزمت يارا في الفرح، ده جوزي متجوز عليا عرفي من يارا السكري ملكة جمال مصر. والدنيا اتقلبت ما قعدتش بعد البوستات اللي كتبتها بسمة بوسيل، دي صديقة هالة عمر، وهي اللي عرفت تامر على يارا. هالة عمر عرفت تامر حسني على يارا واتجوزوا عرفي من ورا بسمة بوسيل، ولما عرفت طلبت منه الطلاق. هقول لكم بس الخبر زي ما مكتوب. بيقول لك امتلأت محركات البحث خاصة جوجل باسم الفنانة الصاعدة والموديل يارا السكري خلال الساعات الماضية، والتي تحمل لقب ملكة جمال مصر، إذا ارتبط اسمها باسم الفنان تامر حسني، وكثرت التساؤلات حول تسببها في انفصاله عن بسمة. أكمل لكم الخبر. بدأت الحكاية عندما نشرت بسمة، قلت لكم إنها طلعت وكتبت حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة واحترام العشرة والكلام ده كله. وبعد منشور بسمة المثير للجدل برز اسم يارا السكري، وتناقلت الأحاديث حول علاقتها بالنجم تامر حسني، بعد أن أشارت بسمة من قبل بأنها على علاقة بطليقها تامر حسني. وظهر اسم يارا السكري بقوة خلال الساعات الماضية على موقع التواصل الاجتماعي، وارتبط اسمها بالنجم تامر حسني، حيث كانت قد ظهرت معاه في فيلم الفلوس والذي طرح في نهاية عام 2019. وبحسب ما تناقله رواد موقع التواصل الاجتماعي، فإن يارا تعرفت على النجم تامر حسني من خلال صديقتها هالة عمر، وبالتالي بحسب رواية الفنان تامر حسني. احنا كده فاهمين القصة. القصة كلها ان هالة عمر دي مديرة اعمال تامر حسني، هي كانت السبب ان تعرف يارا السكري دي على تامر حسني ويتجوزوا عرف من ورا بسمة، مع ان بسمة يعني واكلة معاه عيش وملح، وياما كانت بتقولك ان هي كانت بتقف معاه وبتساعدها، فجأة خانتها وجابت واحدة لجوزها عشان تخطفه منها. دي الخلاصة. فده اللي جنن بسمة وخلاها تطلع عن شعورها وتتعدى كل الحدود وتطلع تكتب كلام زي ده على السوشيال ميديا وتصرح بكل حاجة. بجد لا حول ولا قوة إلا بالله. بجد في ناس كتير قوي يا جماعة في حياتنا بتبقى عاملة زي الحرباية. عارفين الحرباية؟ الحرباية دي يا جماعة بتتلون لكذا لون. في حريم بتبقى كده، في ناس عايشة معانا برضو بتبقى عاملة زي التعابين، فجأة تكون بتعاملها كويس وتروح لدعاك على فجأة. بجد لا حول ولا قوة إلا بالله. ده اختصار موضوع سبب طلاق تامر حسني وسبب زواجه العرفي من ملكة جمال مصر يارا السكري. أتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة.